شهد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2023-2024 شهد استعراض الموقفين الترويجي والمالي للهيئة للنصف الأول من العام المالي 23-24، فبالإضافة إلى الموافقة على طبعا 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة مؤخرا، تقع 4 مشروعات منها في منطقة القنطرة الغرب الصناعية وتابعة للهيئة، ومشروع هو نقدر نقول هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية، وهو مركز بيانات داتا سنتر مزمع إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة. في الحقيقة حققت الهيئة إجمالي إيرادات بلغت 4,300,000,000 جنيه، وده عن الفترة من 1 يوليو ل 31 ديسمبر 2023، يعني النص الأول من العام المالي 2023-2024، مقارنة بمبلغ 2,600,000,000 جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، وده النصف الأول العام المالي 22-23، يعني بنتكلم في زيادة بتقدر ب70% تقريبا. كمان وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 24-25 بقيمة إجمالية بتوصل ل 37,300,000,000 جنيه، متضمنة لموازنة استثمارية بقيمة 28,600,000,000 جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8,600,000,000 جنيه. تفاصيل أكتر هنتابعها ونعرفها من خلال العرض التالي، ونعود مرة أخرى في هذا الصباح. بينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. ما دلالة هذه الأرقام من حيث ناحية 48 مشروع حصلوا على موافقة نهائية باستثمارات بتصل ل 991,000,000 دولار؟ هو ده الأهم، يعني فيما عرض من نتائج حقيقتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كهيئة اقتصادية هامة في مصر، مش مهم حجم الإيرادات اللي تحقق خلال الفترة، لكن الأهم هو الحملة الترويجية اللي بتقوم بيها المنطقة الاقتصادية، والأكثر أهمية هو حجم ونوعية المشروعات وعدد المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض الواقع. الحقيقة يمكن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليها الحقيقة حاجة متفردة فيها، أنه عادة اللي احنا شايفينه حتى الآن أنه ما يتم الاتفاق عليه وتنفيذه من مشروعات بتكون جزء مهم منها مشروعات جديدة، بمعنى انه مشروعات او استثمارات بتخدم على مشروعات او استثمارات اخرى، والمسألة التانية انه هيبقى جزء مهم مما يتم تنفيذه من مشروعات هيكون جزء من انتاجها موجه للتصدير، وده كمان الحقيقة موضوع هام للغاية، لان الحقيقة مهتمين كثيرا في الوقت الحالي بزيادة ارقام الصادرات، لانه هو ده اللي هيحمي مصر من اي ازمات متعلقه بسعر الصرف خلال السنوات القادمه. وبالتالي يمكن المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس بالحملات الترويجيه المكثفه اللي بتجريها في كل دول العالم منوط بها انها تعمل ارقام استثمارات كبيره، لان الحقيقه المنطقه واعده والحقيقه متفرده في موقعها الجغرافي، متفرده بقربها من المواني، متفرده بما تصل به من مواد طبيعية متعددة، متفردة بالبيئة والمناخ، وبالتالي ننتظر منها أرقام استثمارات كبيرة للغاية، ومش بس أرقام استثمارات محلية، لكن الأكثر أهمية هو الاستثمارات الأجنبية اللي بتتضمن مش بس أرقام كبيرة من الاستثمار، لكن كمان تكنولوجي عالي متقدم، وده احنا الحقيقة كمان محتاجينه بشدة. والأكثر أهمية أنه هذه الاستثمارات فيها عنصر أجنبي،
والشركات العالميه اللي بتاعت لمصر هي جزء كبير منها شركات لها تاريخ لها ريكورد، وبالتالي بيبقى قدراتها للوصول للاسواق والنفاذ اليها بيكون مرتفع، وبالتالي نتوقع نجاحها في ان تحقق ارقام صادرات كبيره. بالتاكيد دكتور هشام ابراهيم بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ التمويل والاستثمار.